اتفضل. دلوقتي انا لو حبيت اتزوج زوجة ثانية، طيب لازم نفصلها على البيت كله، ولا ينفع ان انا احط مثلا الزوجة الثانية في الدور الثاني او الدور الثالث، يعني يكونوا تحت بعض؟ المهم لها مكان مستقل ضاق او اتسع، لان كل زوجه من زوجات النبي لها بيت. طب هنعمل ايه بقى في السلم؟ ها؟ السلم مشترك ما بينهم. مفيش مشكله خلاص، بس المهم كلها شقه منفصله. طب يا شيخ، مثلا لو الزوجه الاولى مثلا علمت ان انا هتزوج الزوجه الثانيه، وبالعربي كده هتخرب الدنيا، يعني جالتها لي بكل جراءة، يعني هلم عليك البلد كلها وتبهدل الدنيا، أعمل إيه؟ أعمل إيه في الموضوع ده؟ والله انت حر، انت قد المشاكل خلاص، خذ المشاكل واستعن بالله، ضعيف اسكت خلاص. لا، ما انا والله يعني مقتنع، انا مش متزوج عشان خاطر شيء فيها او كده، حتى كمان انا قلت لها الرعايه بتاعتك على دماغي وكده، لكن تعدد الزوجات سنه. المهم النهايه، انت النهايه ان انا اعمل فيها ايه؟ هي تخرب الدنيا وانا محتاج اتزوج، اطلقها يعني مثلا يا شيخ لا، لو ما وصلت لدرجه انها تبهدل الدنيا بالطريقه اللي هي بتقولها؟ عندك اولاد منها؟ عندي 3 اولاد، وانا عايز اتزوج الثانيه، ولو رزقني الله واتزوج الثالثه اتزوج الثالثه. الله يعيننا وإياك. الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تخاصروا اني اباهي بكم الامم يوم القيامه. خلاص طيب، ما انت ما وتعدد الزوجات سنه مهجوره. خلاص، المهم يعني المهم ان هي هتبهدل المهم الدنيا يعني يا شيخ، انا اعمل معاها ايه؟ جرب بنفسك. يعني إذا حكم كنت الشرع والدين في التصرف مع واحده زي دي ايه؟ انت حر، ما انت بين الامرين، يعني اما ان تتزوج وتتحمل العواقب. هتحمل عواقب بقى ست يا شيخ؟ هتضربك يعني؟ العواقب، ما انا قلت مثلا اتعامل معها ازاي؟ ارزحها علقه مش هتسقط برضه. ترزعها علقه؟ انا خايف ان هي اللي ترزعك علقه. لا 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 لا، لا عشان توصل للدرجات، هي ممكن تبهدل الدنيا يعني ممكن تفرج على الشارع، ممكن، لان هي قالت انا ما تجيبهاش هنا في البيت، وانا ما عنديش امكانيه ان انا ابني بيت ثاني او كده. عفوا، اذا اتفرج عليك الشارع الا هتخسره. اتفرج، ايه المشكله يعني؟ بيقول يا شيخ اذا اتفرج عليك الشارع ايه المشكله؟ يعني لما تبهدل الدنيا وتصوت ولا كده، ولا هعمل معها ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت أضرب نفسك. السلام عليكم.